تعالوا بقى هنا نعمل الصلصه، يلا بينا نقول مقادير الصلصه. لتر عصير طماطم فريش، معلقتين صلصه لو حابين تدعموا اللون، معلقه صغيره لازم سكر عشان الحموضه، معلقه كبيره من الخل، ملح وكمون وبهارات، وطبعا انا هحط ثوم، معلقه ثوم لازم، بحب قوي احط الثوم مع الصوص بتاع الايه العدس. طبعا شويه زيت كده، بسم الله. معلقتين ثوم كده، هنقلب تقليبة لطيفة. مش عايزة يغير لونه ولا ريحته. ونحط الصلصة. في ناس بقى تحب تعمل حاجه، في ناس تحب تعمل الصلصه لوحدها من غير ما تكون حاطه فيها نسبه يعني انها تبقى مشطشطه، في ناس تحب تعمل الصلصه هي الشطه، يعني تضيف فيها اما شطه او معلقه من الهريسه الحاره. انا الحقيقه هعمل الشطه يعني شطه، وهنضيف عليها ايه معلقه من الصوص الحلو بتاع الصلصه ده. وهنعمل الدقه احنا عملناها قبل كده في الكشري الصحي سخنه، يعني انا حطيت المكونات دفيتها بس، سخنت البان نفسها او الطاسه وبعدين وضعت كل الحاجات الثوم والكزبره عشان تدي تيست. المره دي انا هعملها على البارد كلها. وما يفضلش ما يفضلش ان احنا نحط فيها صلصه. في ناس بتقول اصل بتوع الكشري بيحطوا فيها صلصه، بتاع الكشري ده عنده بسم الله ما شاء الله ناس بتدخل تاكل فعنده كميات بتطلع، فاذا الازاز ما بتقعدش، ده لو في حال الطماطم تحمض الدقه. ما اقدرش احط فيها صلصه طماطم تحمض تبقى بره او حتى في الثلاجه، هتاخد لها يومين بالكتير ومش هقدر ان انا اجازف بيها، لكن الدقه لو اتحطت شهر في الثلاجه مش هيجرى لها حاجه، لان هي في الاخر توم وخل وعصير ليمون فهي تمام. خلاص هقلب كده، نحط رشه من كمون، رشه من البهارات الحلوه اللي احنا عملناها بسيطه خالص، ممكن مكانها 7 بهارات لو انتم مش عاملين البهارات دي، رشه من الكزبره خفيفه، حطيت السكر وطبعا هنضيف دلوقتي معلقه الخل. بسم الله. تمام، وهنبدأ نسيبها بس كده شوية. ريمان معانا، ريمان معلش ريمان بيضربوني على الاسم الأول. أهلا وسهلا. كل سنة وانتي طيبة يا شيخ. يروح قلبي، الاسم الحلو ده الأول تعرفي معناه إيه ولا لأ؟ إيه؟ تعرفي معنى اسمك الحلو ده ايه ولا لا؟ لا. طيب لازم نعرف بقى عشان تقولي لنا المره الجايه، اصله اسم جميل يعني. وانتي طيبه يا روح قلبي، وانتي طيبه وسعيده يا رب وفرحانه دايما. انا كنت عايزاكي تعملي لي مارشميلو. مارشميلو، حاضر من عيوني. اكتبي يا ندى لو سمحتي مارشميلو عشان ريمان. حاضر يا ريمو، متشكره حياه قلبي، نورتيني وشرفتيني يا نور عينيا انتي. نقلب كده تقليبه حلوه. هو نفس المكونات بس احنا عايزين نعمله لهم بقى بالالوان ونعمل لهم حاجات حلوه. محمد لو عندك صلصه ثانيه انا هستخدم اللي هنا دلوقتي. اوكي ماشي، عندك يا محمد؟ هو راح فين؟ هرب. خد بس معلقتين كده كمان. ايوه، في ناس بتحب تعمل الصوص ده بالبصل، بصراحه جربوه بالثوم بس وادعولي. فمعلقه ثوم واحده كده تدي تيست حلو، والصوص ده اللي بقول لحضراتكم الصلصه دي هي اللي ممكن تبقى صلصه مكرونه الواحد حط على المكرونه بس المسلوقه كده لوحدها تبقى رائعه، ليها تيست وطعم جميل.
هنا بقى هنبدأ نعمل الدقة. هنعمل الدقة هنا في بولة كده، ناخد ايه بولة كده نظيفة، بسم الله، ونعمل الدقة على البارد. هحط في الدقة ايه بقى؟ طبعا اساسي فيها الثوم. بصوا بقى، هناخد معلقة ثوم كده كبيرة اهي، دقة نزلت خلاص. وهناخد طبعا الكمون معلقة كبيرة، كزبرة. تسلم ايديكم يا حبايب قلبي. مقادير الدقة والشطة، هناخد الدقة الأول وعصير ليمون. معلش هزود الكزبرة، الكزبرة بتزيد سيكة، والكمون. خلاص هناخد الملح وهنحط خل وشوية، الباقي هنحط مية. بسم الله. تعالوا بقى ايه نقلب الأول الخليط ده. وبعدين ناخد الباقي نكمل بالمية. أنا هكمل بمية دافية علشان تديني برضو ايه يعني تاخد من بعض بسرعة. تعالوا بقى نقلب الخليط ده ونشوف أخباره ايه. الريحة أصلا لوحدها رائعة، ليمون بيدي مزازة للدقة بشكل جميل جدا. مش محتاجة حاجة خلاص. مين يشهد للدقة يا مونتي؟ صح أنا. طيب عايزين أحط الدقة في إيه يا أولاد؟ والله ممكن في دي؟ طيب ماشي 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 ماشي، بسم الله. طبعا دي لازم تسقعوها شويه، تاكلوها شويه على طول كده، حطوها بس في الثلاجه شويه كده. يا سلام، ولا ما بيقعد تاني يوم بقى بيبقى رائع. ادي شويه الدقه، نبص على الصلصه كده، الريحه بدات. بسم الله. نعمل بقى الشطه شويه. تعالوا بقى نعمل هنا الشطه، هنقول مقادير الشطه. يلا واحنا شغالين، بصوا بصه بس على الرز، بصوا والعدس. تمام خلاص اتشرب. هناخد من الصلصه دي معلقه بس. بصوا ادي الرز والعدس، شايفين الجمال؟ واو. ايه سبايدر جامد ما شاء الله. لا البهارات دي لازم تجربوها حضراتكم، جربوها بجد. انا بقى ايه هطفي هنا خلاص، وتعالوا نبدا نعمل مع بعض الشطه. النهارده هعمل الشطه هزود لها بقى حته هريسه كده. طيب تعالوا بقى ناخد الشطه الاول نطعمها. شطة بزيت بيحبوها، في ناس بتحبها على البارد برضو، اللي يعجب حضراتكم. انا هعملها هنا نفس بقى. بسم الله. لا ما انا هبعد بقى. استر يا رب، استر يا اللي بتستر. وهديها معلقه هريسه. لا 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 لا، ده مش مع الكشري بقى يا مونتي. ده والله. بس دي مكرونه بقى اللي بتبقى فيها دي، اللي بتبقى فيها الصوص فيه قطع طماطم مكعبات. والله ما انا حطيت لك هريسه اهو، انا يا انت النهارده. لا ما باكلوش بره عمري عمري. انا الكشري ده بالنسبه لي لو مش معمول في البيت مش هاكله ابدا، لان انا اخويا زمان حبيبي تعب من اكله كشري، فانا ما عنديش استعداد ابدا. بس الكشري ده يا كده يا كده، زي الفسيخ بالظبط، ما فيهوش هزار. يا نهار ابيض، يا سلام يا مونتي.
خلاص يا منتي خلاص اقتنعت، هعمله في البيت برضو. طيب هناخد بقى ايه التحميره الحلوه دي، ادي الهريسه مع الشطه، حمرها بس شويه حلوين كده. عملتها لكم ايه زي ما حضرتك كشري صغير طماطم متقطعه. شويه بقى من الميه وهحط معلقه صلصه، يعني هي محتاجه تتخف بمعلقه صلصه حلوه، في ناس بتحبها شطه وزيت وميه بس، احنا عملناه قبل كده في الصحي، فانا بحاول اغير في الوصفه بتاعت النهارده مع حضراتكم علشان الدنيا تبقى ايه مختلفه شويه. خلاص وهناخد بقى معلقه كبشه كده لوش من الصلصه. بصوا بقى باخد من الدقه دي احط مع الصلصه شويه، معلقه واحده خلاص عشان تدي طعم، وبعدين هاخد معلقه من الصوص ده الصلصه احط هنا على الشط، معلقه واحده مش كتير. خلاص سمعت يا سبايدر؟ طبعا انت شايف كله من الالف للياء. طيب نقلب بقى تقليبه حلوه كده، نقلب هنا شويه نزود ميه. بسم الله، دي بقى روعه. تعالوا بقى ايه ناخد بقى من هنا. طبعا البصل يفضل لو حضراتكم قليتوه في الاول في الزيت وعملتوا مكانه، احنا هنا عاملين شويه مجهزينهم، احنا عملناه قبل كده في المره اللي فاتت وحمرناه مع بعض عشان ما نضيعش وقت. نعم، معلقه واحده يا معلقه دي يا معلقه نشا بعد ما بيتقطع جوليان كده بالجنب، بروح مديله الاول رشه ملح، وبعد رشه الملح بيسرد الميه بتاعته، بروح ماسكاه عصراه وسيب الميه واخده افرفطه في بوله او في طبق، وبحط عليه معلقه واحده دقيق او معلقه واحده نشا، فرفطه قوي 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 وانخله كده، واروح منزلاه في الزيت يكون عميق شويه، وبعمله دايما في حله صغيره عشان الزيت يبقى عميق وما احطش كميه كتير. وينزل على طول ياخد بقى الغلاف يتغلف ويبقى مقرمش زي ما حضراتكم شايفينه كده اهو. خلاص بس احنا كده الشطه اهي شايفين ازاي. معانا آلاء من بني سويف، يا اهلا وسهلا، اهلا بيكي آلاء. وحشين، انا كلمتك قبل كده. اهلا وسهلا يا حبيبتي. وحشين، انا كلمتك قبل كده. اهلا بيكي يا حبيبتي. كلمتك عادي، يعني اكيد يا حبيبتي. اهلا بيكي، اهلا بيكي مره ثانيه. بحبك قوي والله. يا رب يسعد قلبك يا حبيبتي. ممكن عندي سؤال؟ اتفضلي. عندي سؤال، ممكن عندي سؤال؟ اتفضلي يا روح قلبي. عندي سؤال، يا البسبوسه بتاعتي انا بعمل البسبوسه بتاعتي معايا ما بتطلعش طريه. انا بعمل البسبوسه بتاعتي معايا ما بتطلعش طريه. ما بتنشف تقصدي؟ بتنشف صح؟ بتقلبيها كتير يا الاء؟ هقول لك طريقه حلوه يا الاء، احنا هنعملها ان شاء الله الاسبوع الجاي. ما تقلبيهاش كتير. بعكنها. كان ممكن يطلع تاني لو من عيني. حاضر. كان ممكن يطلع تاني لو سمحتي. اموري يا حبيبتي اتفضلي. اقول ايه؟ قول يا حبيبتي. الكيكه لما بعملها بتيجي من النص كده. الكيكه لما بعملها بتيجي من النص كده بتبقى عجينه. انت الفرن بطلعها. طيب الفرن عندك ماشي. اقفلي واسمعيني من التريك. ماشي. ماشي يا حبيبتي نورتيني وتحيه ليكي لكل بورصه. هقول لك على حاجه؟ قولي. طب هقول لك على حاجه؟ قولي. ماشي سلام. اتفضلي يا روح قلبي. طيب بصي يا حبيبه عمري، اولا بالنسبه للكيك لو بيهبط من النص هيبقى عيب فرن، وبعدين انا عايزه منك طلب، بالنسبه للفرن لازم تسخنيه من قبل بربع ساعه، ولازم تحطي تظبطي الشبكه في النص، سخنيه كويس حراره متوسطه. لو انت عندك الفرن مكان عالي ومكان واطي افضل طريقه سويها في حمام بخار، يعني جيبي كده صينيه حطي فيها شويه ميه سخنه وحطيها تحت وحطي فيها قالب الكيك، هيستوي هيطلع مظبوط جدا. وشوفي نوع البيكنج باودر اللي بتستخدميه. خلاص دي اول حاجه. تاني حاجه بالنسبه للبسبوسه، البسبوسه السميد ده
اللي احنا بنجيبه لو قعدتي تعجني فيه كتير بتحفزي ماده اسمها الجلوتين، فبيعمل عرق. بيعمل عرق يعني ينشف. اول ما تحطيه في الصينيه تطلع تسقيها بالشربات قدامك كويسه قوي وبعدين تحجر. الطبيعي ان انا بخلط كل المكونات اللي هي السايله وبعدين تكون دافيه على النار، اخدها اضيفها على السميد اساعده تتفتح الحبات بتاعته، وفي نفس الوقت بطراطيف صوابعي كده يا دوب بدخله جوه الخليط وبعدين انزله في الصينيه واخبطها، ما بعجنش كتير. وان شاء الله هنعمل طريقه بسبوسه بقى لها فتره حلوه للناس اللي لسه عايزه، يعني بسبوسه ما بتنجحش معاهم قوي. انا عملتها بطرق كتير جدا، من اسهل طرق لاصعب طرق لطريقه الحلواني. هنعملها بطريقه طالعه جميله ترندي بالكراميل، يعني بنحرق لها سكر تطلع معاكي ان شاء الله، حتى لو هي ايه هتطلع معاكي مظبوط ان شاء الله. شوفيها وتابعينا وهتبقى مظبوطه معاكي باذن الله. اسمحوا لنا بقى، بصوا انا حطيت شويه بس يعني هنا شطه وحطيت الدقه وحطيت الورد.